يواصل المحترفون المصريون التألق بأشكاله المختلفة في الملاعب الأوروبية، وشهدت مباريات الجولة الحالية من الدوريات الكبرى أهدافاً عالمية للفراعنة بعدما قاد سام مورسي فريقه إبسويتش تاون لتحقيق تعادل غالي في الدوري الإنجليزي أمام نظيره ساوثهامبتون وتسجيله هدفاً قاتلاً قبل لحظات من النهاية ليحقق فريقه التعادل، ويحصل سام مورسي على جائزة أفضل لاعب بناءً على تصويت الجماهير بعد تألقه الملفت في اللقاء. وفي الدوري الألماني واصل عمر مرموش تألقه اللافت للنظر وسجل هدفا جديدا بالدوري ليقود أينتراخت فرانكفورت لتحقيق فوز هام ومستحق أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، وذلك ضمن الجولة الرابعة للدوري. ونجح عمر مرموش في حصد جائزة أفضل لاعب خلال أول ثلاث مباريات خاضها فريقه بالدوري بعد تسجيله 4 أهداف وتصدره قائمة هداف الفريق، كما تصدر عمر مرموش التشكيل المثالي الرسمي للجولة الثالثة للدوري الألماني.